الأحزاب اللي أحزاب السلطة خلينا نسميها اللي تسيدت الواقع ساءت إدارة الدولة وتعاملت بمبدأ الفعل ورد الفعل بالإدارة، الإدارة المالية وكذا، بدليل أنه لا زالت الموازنة العراقية لا تمتلك أي صفة اقتصادية منذ عام 2005 لحد، وهذه واحدة من المشاكل الكبيرة اللي تصير الموازنة. الموازنة تحولت من موازنة بناء اقتصادي وبهدف اقتصادي إلى منح، والآن تقسم على أساس منح هذا ايش قد يريد وذاك ايش قد يريد وحصة الإقليم وغيرها. هذا معناته أنه لا توجد إدارة مالية اقتصادية ذكية تدير البلد بشكل السليم. إذا تكلمنا عن مسألة أنه الانتقال ببعض وزارة الصناعة وغير وزارة الصناعة، هذه بالمادة على ما أظن بدستور المادة 25 و26 كانت يعني تحث الانتقال ببعض القطاعات إلى القطاع الخاص اللي يكون داعم، لكن هذه المسألة جدا مهمة ودقيقة بعلم الإدارة والاقتصاد أو الدول اللي تحترم نفسها. الانتقال ببيع الأصول بهذا الشكل حقيقة هذا بارتجالية بها خلل، لأنه المفروض شو يصير الآن من أنت تبيع أكثر من 192 تقريبا شركة خاسرة بالقطاع العام، بمعنى راح تبيعهن شركات خاسرة بتفاليس، وبالتالي اللي يجي يأخذهن راح يحتاج مبالغ كبيرة جدا أنه ممكن حتى يعيد الحياة فيها. نعم. هذا جانب. الجانب الآخر معظمهن، أنا دا أتكلم عن تقرير مهني فني كامل كان يتكلم عن هذا الموضوع، الانتقال إلى القطاع الخاص. هذه الشركات يعني بالحسابات الاقتصادية شبه مو خسرانة ولكن شبه واصلة إلى مرحلة الاندثار.